مشروبات الشتاء اللي هيك بنقعد ومنكنكن فيها، فيسابة اليوم بدها تزين كاساتها بتزيين كتير حلو هيك مبتكر وشتوي. كيفك؟ يعطيك العافية والله. شوف دخلتي على الطبيخ رأسا. يعني ببيتي ما عصرت ليمون انت. يلا عاد انت معدلة فيه بس تدلعي علينا. كيفك؟ تمام الحمد لله. شو بدنا نعمل اليوم؟ اليوم رح نزين كاسات الهوت شوكليت. رح اقول لكم الطريقه اللي انا بزين فيها بالبيت. هذيك مره اجى عندي ناس وعملت لهم هوت شوكليت بار، بنقوا ايش بدهم يحطوا هن بالهوت شوكليت وهو بعمل هوت شوكليت لحالهم بس بطريقه كثير حلوه. زينتهم بسنو فليكس زي هدول رح نعمل هلا. هاي من توثبيكس سويتيها. هاي من توثبيكس. ورح نحطها على المج من فوق. طبعا رح نحط كمان السكر الملون. هلا رح نعمله مع بعض. احلاكي ليه مش بتينا صوره هذا الشيء؟ نكست تايم، مره الجايه يلا. بس هو لانه بده كتير اغراض فمش كتير قدرت احمل معي، فبتينا جزء منه. يلا اوكي واحنا جاهزين نشوف. طيب اوكي شو بدنا نحتاج هلا؟ للسكر رح نحتاج سكر، رح نحتاج الجل، الالوان اللي بيلونوا الفود كولر الجل، بس جل. اوكي مش السائل. ما بزبط؟ لا ما بزبط، ما بزبط على السكر. بدي فيه لانه مي. اوكي فبخرب السكر. تمام. بدنا الجل. تمام. ورح نحتاج ليمون، رح نحتاج التوثبيكس، نكشات الاسنان، والمارشميلو صغير وكبير. حلو اوكي رح نحط الكبيره بالنص ونشكشك عليها الصغار. كثير حلو. اوكي فخلينا نخلص هلا من موضوع السنوفليكس. اوكي ورح نحطهم على المج من هون. حلو. يعني كل واحد رح يكون عنده مقه ونحط السنوفليك عليها. أوكي. وكتير زاكي المارشميلو مع الهوت شوكولات. صح. صح فعشان هيك أوكي. عملنا الهوت شوكولات. أوكي تمام. وهاي الفكرة، السكر كتير حلوة للعصير. لما بيجي عندك ناس تعملي الكاسات من قبل كتير بسيطة، وأنا عندي دائما كمية سكر موجودة ملفوفة بكيس، فلما يجيني أي حدا على السريع بس بعصر ليمون وبحط الكاسة بالليمون. وهلأ رح نشوف كيف رح نعمل السكر. يا قوية هلأ في الطبخة. يعني أوكي. إنه مش ضروري كل مرة تعملي السكر. السكر الملون. ما أشترك. حاسة إذا بده يجي منخفض تلج لازم تعزم الناس عندكم على هوت شوكليت هذا اللي عملتيه هذيك المرة. اوكي هلا رح اقص التوثبيك عشان يطلع عنا السنوفليك صغيره، عشان المق عندي مش كتير كبير. اذا المقات عندكم كبار خلي التوثبيك على طولها. تمام. بس هون المق عندي حجمه وسط. فبدي اصغر شوي التوثبيك لهذا الحجم. اوكي اوكي هيك. شو التوس صغير هذا. طب ليه ما يضل مبوز ولا انت بتعلقيهم ببعض؟ لا المبوز رح يدخل بالمارشميلو الكبيره. فأنا عم بقص من الجهة اللي مش مبوزة. أوكي هاي هدول رح نعمل 1 2 3 4 5 6 7. نحتاج 7 توثبيكس نشكهم بالمارشميلو الكبيرة. بدك نعمل بينك. هاي المارشميلو. يلا أوكي. ورح أخذ من الصغار وأصير أحط تنتين. واحد أيوة. هاي أصغر تنتين. اوكي ايوه. شوي شوي عشان الكاميرا ما اخذتك. كاميرا 2 اوكي فور. هي واحد فور. هاي 2 ما بعرف اقعد انا. تنتين بكل واحده. تنتين بكل واحده. شو زاكي كتير كيوت، ولما تحطيهم على المغز بيطلع كتير شكلهم حلو. هاي بدها تكون بالكبيرة بالتالي بعدهم لبرا. أنا إذا بعملهم بصفي ماكلة نص المارشميلو. هو هذا لأنه صغير كمان شكله بشهي وفلافي كتير. بتحسي إنه ما انحسبت عليك. ما في كالوريز تحسي فيهم. أوكي حلو. شوفي قد ايه سهله وكثير رح يطلع شكلها حلو. بس هلا ببلش اشكهم بالمارشميلو الكبيره ورا بعض. اها
مبشر، رواق عن جد لذيذ حلوين وكتير زاكي طعمهم مع الهوت شوكلت. أيوة. يعني لما بغطسوا بالهوت شوكلت بيطلع بشهي طعمهم. ايوه بس الواحد لازم يكون جاي جوعان. هاي وجبه كامله لحالها وجبه. حطوا قد ما بدكم انتو عبل ما تشوفوا انه شكلها صار حلو، وهيك بصير تتعلق على المج اللي عندنا. حلو. اوكي. اوكي. هلا فكرة السكر، أنا عادة بحط سكر هون بعدين بحط السنوفليك. فعصرنا الليمون عندنا هون. تمام. اوكي. بدي أحط الليمون هون. اوكي. أنا بكفي. بدي اجيب سكر ابيض عادي واجيب الجل. هلا رح اعمل هون احنا واحد بينك. لون لون اخضر رح اعمل أخضر. رح اخذ نقطه من اللون، نقطه صغيره. واحط بالسكر بس شوي، ما بدي عشان يطلع فاتح. بدي يطلع زي الباستيل كذا، وبضلني هيك اعمل فيه، يعني رح أكتر عشان يبين معاكم. بتضلك يعني تهرسيه، خلينا نحكي باللون. مش سهل كتير زي السائل، بس السائل قلتي ما بزبط. السائل لا ما بزبط، بس هيك. هيو بلش. هذا اللون خلص هيك بكفي بزيادة عشان ما يطلع كمان كتير غامق. بس بدك تضلك تعملي هيك عبال ما يروح اللون كله ويتلون عندك السكر كله. حلو. يعني شوفي هذا اللون الزهر اللي عندي قد ايه صارخ. هلا انا اذا بدي افتحه بس بزيد سكر ابيض. وهاي كل الكبتيل اللي جوا رح تروح. طيب هلا قلتي لي بالبيت عندك دائما سكر ملون؟ دائما بلون كميه كبيره من السكر. اوكي. ولانه الكاسه بالصيف لما بدك تحطي عصير كثير بيطلع شكلهم حلو، دائما بحطهم بجارز، وبعمل جارز المرطبانات مع جواتها مصاصات وعالداير فيه سكر. هذا لما اكون رايقه. بس في ناس كثير بحبوا التزيين. لا طبعا هيك التاتش مرات بتعرفي الاشياء البسيطه هي بتعمل فرق كبير. بالضبط. فاحنا بنضلنا هيك نعمل عبل ما يروح كل الجل اللون اللي جوا. طولي بالك. بالضبط. حلو. هلا هاي الكميه كثير كبيره بكفي كثير، فخلوها طبعا عندكم. اي لما اي حدا بيجي فجاه بس بتعصروا ليمون وبتحطوا طرف الكاسه. هلا رح نعملها مع بعض، طرف الكاسه بالليمون وبتغطوا بالسكر. حلو. اوكي. بتضلك هيك تعملي عبل ما يروح كل الطبقات الكبيره. يعني شوفي هون دايب كل إشي. بصير متساوي. بس حلو اللون. ايش كمان في اصفر؟ في اصفر احمر. بتقدري انت تخلطي لونين وتطلعي لون مثلا نهدي او اورنج. اذا بدك تخلطي لونين احمر تقدري تخلطي. مبين انه تغير لونه عندي ولا اظن مبين على الكاميرا. مبين. اوكي. هاي هي طريقة السكر. اوكي. هلا باخذ الكاسة اللي عندي، مثلا انا عندي هاي كاسة العصير. ايوه. اوكي. حطها بالليمون. انا هون مش كثير ما بتدخل كلها. ما بتدخل كلها، بدي ارجعها هون. اوكي. عريضة لانها. فبس باخذ شوي طرفها. بالليمون. تحطي اخضر ولا زهر؟ رح اضطر احط شو؟ زهر؟ اخضر. هلا انا زهر صغيره. صغيره الزهر ما بتدخل صح؟ لا هيها دخلت؟ هي. لا رح نعمل هيك. إيه؟ لاني جعبالي زهر يطلعوا انكسات. شو مهضوم؟ لا عن جد ما اشطرك ددي في طلع زهر هيك. اوكي حلو. اوكي
وبتحطي الليمونة اللي بدك ياها. شوفي قديه حلوين. هلا خليهم بس ينشفوا شوي وبصيروا قاسيين كتير. أوكي. فأنتي كل ما تشربي شوي مع العصير. سب مع العصير تقدري تاخدي. أوكي. فنفس الشيء رح أعمل هيك. فحتى بيحلي لك طعم العصير اللي عم تشربيه. أو بتقدر تعمليها نص نص، نص زهر نص أخضر. بالضبط تقدري. ونفس الشيء للهوت شوكليت للمكس نقدر نعمل نفس الطريقة. هيك نتركهم ينشفوا بصير قاسي. و كثير حلوة. وقت بتذكر وقت الشاور بارتي تبع صاحبتي عملت كل كاسات العصير هيك كلهم هيك سويتيهم بجن. شوفي قد ايه كثير بسيطين بس كثير بعطي شيء حلو. شكل حلو. نعمل كمان المقات بزبط بزبط كمان. طب قولي لي شو حطيتي بالهوت شوكليت التشكيله هوت شوكليت بار؟ حطيت السبرينكلز هدول الملونين. حطيت الجينجر بريد مانز الصغار. وحطيت مارشميلو زي هدول السنوفليك. يعني كل واحد بيعبي ايش بده ياخذ وبزين. حطيت كاندي كين، عيدان القرفه. كله هيك بكبس صغار وكل واحد بنقي ايش بده مع الهوت شوكليت. بالضبط. كثير حلو. في براونيز كمان كانوا صغار فهيك تفننا شوي. طب ايش بصير اذا بنخلطهم مع بعض ولا لا؟ اخلطيهم انت بتحبي دائما. عم اسالك ايديتي. لا جرفي ايش اعمل؟ اخلطيهم وشوفي ايش اللون بيطلع. بلكن مش حلو. يلا بنجرب. لا يلا عادي. ها حلو. كل شيء انا بعمله حلو. شوفي. يلا خلينا نجرب. بيطلع مونس مونس. بتعرفي انه طلع حلو؟ اشوف. ايه كثير مهضوم كيوت. مع هاي مش معقوله فيش لذيذه. حلو هيك زينتوا انتوا المكس تبعونكم للضيافه بيطلع شكلهم حلو. وكل حدا رح يسالكم كيف. كثير حلو. يعني تخيل قديش بسيطه القصه بس عملت ايه فرق كثير كبير. بالضبط. ومين ما بحب يدلل حاله. يعني هاي اشياء كثير حلوه كتير. حتى لو حضرتي صينيه قبل ما يجوا الناس وحطيتي هاي الاشياء عليها قد ايه بتعطي هيك انطباع انه انت بتستني الناس مبسوطه ومرتاحه ببيتك. اكيد مبسوطه فيهم. خلينا نشوف. اوكي وهي هاي كمان حلو. نحطهم هون. يسلموا ايديكي. وخلص هيك خلصنا هيك. اي خلصنا. اوكي بالصوت. شكرا في. يسلموا ايديكي. مستناكي دائما بابداعات جديده. شكرا في. ثانك يو رندا. شكرا لمتابعتكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناه ليوصلكم كل شيء جديد.